طيب النهارده هنتكلم، فبقى كتير ما اتكلمناش فعلا، نتكلم اقتصاديات ومش عارف ايه. خلي بالكم الاسبوع الجاي انا عامل حلقه ان شاء الله، يعني انا بس مستني عشان هي تبقى مفاجاه لجمهور النادي الاهلي. انا عامل حلقه ان شاء الله عن شركات كره القدم في العالم، فبحاول اعمل زي ملف كامل لهذا الامر، وبحاول اجيب عضو او اثنين اعضاء من احد الانديه الكبيره في العالم، مش في مصر، في العالم، يكونوا معانا على التليفون او حتى يبعتوا لنا فيديو بالاسئله اللي احنا عايزينها. هو ده اللي باخرني شويه في هذا الامر، ومعايا طبعا زميلي الاستاذ عمر البنوبي اللي بيحاول جاهدا في هذا الامر علشان نشرح لحضراتكم يعني ايه شركه كره قدم، ولماذا اتجه النادي الاهلي لهذا الاتجاه، ولماذا تتجه الانديه الكبيره لهذا الامر. مش دلوقتي طبعا هنتكلم فيه، لكن يعني انا بقول ان انا الاسبوع الجاي برضو عشان تحضروا نفسكم من دلوقتي ان احنا هنناقش القضيه دي وبقوه. ماذا تعني شركه كره القدم؟ لان يجب ان نضع حدا لكل هذه الامور. صحيح. سواء شركه الكره بشكل عام بقى، مش في النادي الاهلي، بشكل عام الموديلات اللي بره بتبقى عامله ازاي، الموديلات اللي جوه مصر بتبقى او اللي في الشرق الاوسط بتبقى عامله ازاي، هنعمل مقارنات ما بين اللي بيحصل، لانه في النهايه انا اللي يهمني ايه كاهلاوي، يهمني نجاح شركة الكورة وتجربة شركة الكورة. فده اللي احنا هنتكلم فيه، وفي نفس الوقت جمهور النادي الاهلي يبقى فاهم، لان هو دايما بيبقى فاهم هذه الامور، لكن نحاول نبقى نتناقش معاهم في هذا الامر، ان احنا نقول لهم ايه اللي بيحصل في شركات كرة القدم وتبادل المعلومات في هذا الامر. مباراة الاتحاد المنستيري يا كريم عاملة ازاي؟ شايفها ازاي؟ الكورة وحشتنا بصراحة، والاهلي وحشنا في الملعب، يعني ماتشات الاهلي بصراحة وحشتنا كتير، واعتقد الناس كلها مستنية المباراة دي بفارغ الصبر. والنادي الاهلي بيبدأ موسم بمواجهة قوية جدا، قوية جدا، يعني الاتحاد المنستيري زي ما اتكلمنا ليه قبل كده، فريق السنة اللي فاتت كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري التونسي، يعني الفريق وصل طبعا عارفين الدوري في تونس بقاله موسمين يا كابتن اسلام على شكل مجموعتين، والاتحاد المنستيري بعد كده بيوصلوا للمربع الذهبي، وصل وعمل ماتشات مميزه جدا جدا جدا، والفريق فعلا في الجوله الاخيره كان خلاص، يعني كان بس مستني تعثر للترجي، ولكن الترجي كسب وحسم اللقب. فقاعد بنتكلم على فريق عنده يعني مزايا كويسه جدا من السنه اللي فاتت، كان بيتفرج على الاتحاد المنستيري بيلعب كره على الارض، طبعا السنه اللي فاتت كان مع طبعا المدرب الكبير فوزي بالزرد هو مش معاهم السنه دي، بس عمل فرقه كويسه وعمل فرقه يعني عندها شخصيه في الملعب، حتى شفنا الفريق في مواجهه الاياب في الدور ال 64 بيكسب 3-0 رغم هزيمته في ماتش الذهاب 1-0، وقدر ان هو يرجع فريق عنده شخصيه، فريق قوي، عمل صفقات كويسه جدا، واعتقد طبعا هنتكلم على اللعيبه اللي هو ضمهم في الصيف، خصوصا علاء الدين درديري دريدي، لعيب مميز جدا في مركز صناعه اللعب، وفريق بصراحه يعني اكيد فريق محترم، ومباراه ربما انا اشوفها يعني مبكره، بس ربما عشان الاتحاد المنافسين انت عارف يعني اول مره بيلعب تصنيفه اقل بالظبط، فهو التصنيف خلاه يواجه النادي الاهلي منذ دور مبكر، لكن ممكن الناس تلاقي الاتحاد المنافسين فريق اقوى من فرقه ان شاء الله هنشوفها مع النادي الاهلي باذن الله بعد حسم التاهل في الادوار القادمه. يعني